عليكم، معكم وفاء من مجوهرات فاتين. اليوم جبت لكم بروموسيون اللي خطيره جدا. كاينه هاد البروموسيون هادي سنيسلا اللي فيها الوريضه على هاد الشكل هذا، وهنا درتها لكم في هاد المانكا باش يبان لكم في اللبسه ديالها كيفاش كتكون على هاد الشكل هذا. كنتمنى الوريضه حتى هي تبان لكم بحال هكا. ودابا غادي نشوفوا عنقب كيفاش كتبان. بالنسبه للسنيسله هذه ديال الوريضه على هذا الشكل هذا، وريضه كتبان لكم هكا، شي حاجه اللي خفيفه ولكن غزاله وانيقه. بالنسبه للسنسله ديالها هي سنسله ديال النيلو، رقيقه ولكن تصح العمل، ما كنخافوش منها. كنتمنى الارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه.